عليه ما هو أشد. يعني هناك الشعر فقط عذبت، فما بالك ببقية الجسد. فأنا يعني سلام. يعني المصيبة المسلمة ما شاء الله مؤمنة وملتزمة وطيبة وذات خلق وتحافظ على زوجها ودينها وعرضها ومالها وأولادها وإلى آخره، وتصوم مقتنعة بالصيام، وتصلي مقتنعة بالصلاة، لا أدري ما مشكلة الحجاب عندها. ربما ضرورة العمل. لا، هنالك بعض قطعات الأعمال لو تحجبت المرأة لفصلتها. تفصل يا أخي، تفصل ولا تفصل من دين الله. يعني تفصل، بدل يعني تفصل، انفصلت اليوم بإذن الله تفصل من العذاب الذي يعني الذي ينتظرها. فإحنا إن شاء الله رب العالمين يعني نود من نسائنا كما اقتنعت بالصيام، كما اقتنعت بالصلاة، كما اقتنعت بأوامر الله عز وجل، كما هي في كل أمورها طيبة ممتازة، يعني ذات خلق ذات دين. يعني ما مشكلة الحجاب؟ هو الحجاب أصلا مفروض في الشريعة الإسلامية؟ فرض طبعا. لو هنالك من ينكر الحجاب من المسلمين، من أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فقد خرج من الملة. قيل إن هذا الحجاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ولبنات الله عز وجل ونساء المؤمنين. إن لم تعتبر، إن لم تتحجب فهي ليست من نساء المؤمنين. الأمر اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر من؟ نساء المؤمنين. أولا نساءه وبناته ونساء المؤمنين. فإن لم تتحجب فليست من نساء، خلاص الحجاب مش لها. مش لها، يعني ليس لها، لأنها ليست لا تتبعنا. من المؤمنين. لا تتبعنا. من المؤمنات. ما تتبعنا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وفي تضعيف ثم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن المحارم. والشعر من الزينة؟ لا إله إلا الله. كل الإجماع إما الوجه والكفين وإما الجسد كله. بس يدي خلاص وتنتهي المشكلة. إيه المشكلة؟ أنا مش شايف المشكلة. أنا لا أرى مشكلة. المشكلة أن ربما تعيش سنها، هذه زينة الله لها، قل من حرم جميل زينة جميل الله. جميل جميل، تزين في البيت وتلبس أفخر الثياب وتخلع أفخر الثياب، إيه المشكلة؟ وكيف تعيش سنها؟ أتعيش سنها بمرضات الله، لا تميل ولا تميل.